يقول هذا صار أمرا واقعيا، هذا أمر واقعي الآن لابد أن يعني تقبلوه. هذا الكلام لا يطبق إلا على الوحوش في الغابات، هم الذين يقول لهم هذا أمر واقعي، وكل واحد يأخذ حقه بنفسه، للقوي يأكل الضعيف. هذا منطق الغابات ومنطق الوحوش، وإلا فهم هؤلاء الذين يسوقون لنا هذه المبادئ الخبيثة الخسيسة، هم لا يرضون بها في بلادهم، لا يرضون بها أبدا ولا يقبلونها. انظروا إلى الأمريكان، يجرجرون الآن رئيسهم السابق هذا في المحاكم يوما بعد يوم، لأنه ألب جماعته واقتحمت برلمانهم وكذا، لم يقولوا هذا أمر واقع وانتهى المساء، يجرجوا فيه كل يوم في محكمة. هم لا يقبلون هذا المبدأ الذي يضعون به أنوفنا في الرغام، ويذلوننا به ليستمر الصراع ويستمر التخلف ويستمر يعني نهب أموال بلادنا الغنية. هم يفرضون علينا هذا المبدأ، مسألكم مسألة سياسية، مسألكم مسألة أمر واقعي.